بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء الأول من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة، رمز المقرر حسب 424. أولا طبعا بهنيكم وبقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير وفي أتم صحة وأفضل حال يا رب العالمين، وإن شاء الرحمن يكون فصل دراسي سعيد عليكم جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى جميع أبنائنا وطلابنا في جميع ربوع الدنيا كلها، اللهم آمين. إن شاء الرحمن سنتناول سويا وهنكون مع حضراتكم في هذا المقرر اللي قلنا اسمه يبقى البحوث المحاسبية. طيب قبل ان ابدا اللقاء واقول اطار عام كده، بس انا دايما بحب يعني اطمن، هل الصوت واضح وواصل بالنسبه لحضراتكم؟ تمام، جزاك الله خيرا ابننا الفاضل ابراهيم، ربنا يكرمك يا رب، سعدنا بوجودك ان شاء الله الرحمن. طبعا احب ان انوه لحضراتكم في كم نقطه بس كده نعرفها في البداية. ايه هي؟ ما هي مواعيد اللقاءات الحية لهذا المقرر؟ لقد ارسلت لحضراتكم على المنتدى، انا عملت انشأت منتديين غير المنتدى اللي موجود اصلا وفقا للسيستم، عملت منتدى اسمه منتدى عام، وفي هذا المنتدى طرحت فيه وارسلت لحضراتكم الكتاب او المذكرة المقررة عليكم، وهي عبارة عن تجميع لمين؟ للحلقات المصورة بالنسبة لهذا المقرر. أرسلت أيضا، يبقى دي الأساس اللي انتوا هتذكروا منها إن شاء الرحمن لا غنى عنها، بالإضافة إلى اللقاءات الحية، وإن شاء الله تبقى اللقاءات الحية مبسطة وميسرة تماما وهتسهل عليكم الأمور تماما بمشيئة المولى عز وجل. طب يا دكتور، بس انت لقيناك أرسلت ثلاث حاجات في هذا المنتدى اللي هو المنتدى عام، أرسلت لينا الكتاب أو المذكرة المتعلقة بهذا المقرر، وأرسلت أيضا إيه كمان؟ أرسلت ثلاث حاجات، رسالة ماجستير وهي رسالة حديثة لسه تم مناقشتها تقريبا يعني في إحدى الجامعات في مصر، يعني ممكن يكون من شهر تقريبا يعني، فهي العام 2019 في آخر 2019 عن المراجعة المشتركة. هذه الرسالة، وايضا ارسلت بحثين من ابحاث العبد لله، من ابحاثي الحمد لله رب العالمين. الرساله والبحثين اللي انا ارسلتهم غير مقررين، اكرر على ابنائي وبناتي الافاضل، الرساله والبحثين غير مقررين، ولكن انا بعتهم ليه؟ حتى كتبت لحضراتكم كده، للاستفاده والتعلم والاسترشاد. دايما كده عايز الطالب عندي، ابني كده او بنتي، لما يجي نتكلم في البحث العلمي زي ما دخلت لهم في القاعه كده في المحاضره هنا في الجامعه، اول يوم بنتكلم في البحوث المحاسبيه، قمت واخد معايا رساله ماجستير بقى مجلده، واخد مجله علميه، واخد بحث، وقلت لهم بقى امسكوها كده بايديكم كده وشوفوا، يعني يتلمسوا الواقع ويروا ها الايه؟ رؤى العين للبحث او للرساله او المجله العلميه، يبقى لما الطالب يشوفها غير لما ايه مجرد احنا نتكلم عنها بس كده. فلما اجي اقول مثلا ابنته نصار، ها انت عارف رساله الماجستير او الدكتوراه بتتعمل ازاي؟ لا والله ما اعرفش. طب ماشي اوكي، ما تقلقيش، هنتعلم ان شاء الله الرحمن سويا بالمناسبه يعني. طب البحث، الدكتور احمد ده لما بيجي يعمل بحث للاستاذيه ان شاء الله الرحمن يعني، نسالكم الدعاء يا رب، هو البحث ده بيتعمل ازاي؟ وايه قصته؟ لان البحث ده المفترض انه بحث ايه؟ بحث علمي. فاحنا عايزين نتعلم مع بعض كيفيه ها او اساسيات بقى في
ما انا لسه قايل اهو ما تقلقيش يا ساره والله. طب سيبيني بس اتكلم. طيب اتحدث انا بس دقيقتين كده وهرد على جميع الاستفسارات، تمام؟ طيب الاول المواعيد لهذا المقرر امتى؟ عشان نبقى كلنا عارفينها تاني اللي هيسمعوا هذا اللقاء. مواعيد مقرر البحوث المحاسبيه يومي السبت والاربعاء. السبت في تمام الساعه 9:30 مساء، وانا بعتذر والله الوقت متاخر يعني ليس بيدي يعني حيله يعني، ده الموعد تقريبا اللي لقيته ايه متاح بصراحه، كان في موعد بعد منه حتى تقريبا حوالي يمكن الساعه 10:15 فيعني قلت ده كويس والله ممتاز. طب كويس، الموعد الثاني يوم الاربعاء في نفس هذا الموعد في تمام الساعه 5 ان شاء الرحمن. يبقى اهي يبقى اكتب لكم كده، انا بعتها على فكره على المنتدى وعملت لكم اعلان كمان. المواعيد هي اهي يوم السبت 9:30 والاربعاء الساعه كام؟ 5. يبقى دي كتبتها لحضراتكم مره ايه؟ مره اخرى تاني عشان بس تبقوا عارفينها. يبقى يهمني ان ابنائي وبناتي الافاضل يبقوا عارفين المواعيد، تبقى سبت اول ملحوظه ان المواعيد بتاعتنا يوم السبت في تمام الساعه 9:30 ها، ويوم الاربعاء في تمام الساعه 5 بمشيئه المولى عز وجل. يبقى دي اول نقطه، ابنتنا ساره هي المواعيد، تمام؟ طيب حاضر ابنتنا ليلى، هقول والله. طيب النقطه الثانيه اهو، طالما بتتكلموا تسالوا طب ايه هو المقرر؟ المقرر يعني هقول لكم حاجه، لان انا بعملكم زي ابنائي وبناتي وده اللي انا ماشي بيه من ساعه ما تعينت معيد الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الرحمن اللقاءات الحيه ستبسط وتيسر المقرر على حضراتكم بنسبه فوق ال 100%. ها ادي البدايه اهي، ان شاء الله تكون بدايه طيبه يا رب العالمين. يعني يا دكتور يعني انتوا المفترض المقرر والماده اساسا هتذاكروها منين؟ عشان ما حدش يقول لكم بقى مذكرات وملخصات ومش عارف ايه وكتب ايه ومراجع ايه. الماده العلميه اللي هتذاكروها هم مصدرين اثنين او ثلاث مصادر، كانه عشان يبقى في امانه بقى، ايه هم الثلاث مصادر؟ رقم واحد ها اللقاءات المصوره بالنسبه لحضراتكم، الحلقات المصوره. طب ما هي الحلقات المصوره تجميع هذه الحلقات عبارة عن المذكرة التي تم إرسالها لحضراتكم. فكوني كده في أول حاجة بعتها قلت إيه؟ كتاب البحوث المحاسبية وتم إرساله لحضراتكم. هذا الكتاب كان يمكن إرساله يعني فصل فصل، ولكن أنا فضلت بصراحة إن يتم إرساله إيه؟ كيونت واحدة، كوحدة واحدة، بحيث يبقى إيه؟ يبقى الجزء كله على بعض، تمام؟ الكتابة دكتور كبير وحجمه كبير، هنتكلم في القصص دي يعني ما تقلقوش، يعني خليكم بس مش ايه؟ لأن احنا مش هنتكلم في المنهج كله النهارده ولا في الخمس دقائق الأولانيين، يبقى هنبسط الأمور وهنيسرها إن شاء الرحمن. يبقى آدي أول حاجة اللقاءات المصورة، الكتاب هو عبارة عن اللقاءات المصورة، تمام. النقطة الثانية اللقاءات الحية. بس. مش عايز تذاكروا غير من المذكرة أو الكتاب واللقاءات الحية، مش عايز أي حاجة ثانية خالص. لان انا ممكن اقول لكم على بعض المراجع لو حد حب يستزيد ويقرا دي ما فيش فيها مشكله خالص. ليه؟ لان ممكن في كتب عديده يعني ممكن تروح، على سبيل المثال في كتاب وموجود هنا في البيئه السعوديه بسم الله ما شاء الله من الكتب القيمه يعني، وكتاب اجنبي ومترجم اللي هو اسمه ايه؟ ها طرق البحث في المحاسبه Research Methods in Accounting. ده الكتاب ده تأليف مين؟ ده تأليف واحد أجنبي اسمه عم ايه؟ ولا الحاج مين؟ مالكوم سميث. طبعا ولا حاج ولا بتاع يعني ربنا يهديه يا رب. الكتاب ده ترجمة ومراجعة دكتور عبيد بن سعد المطيري ودكتور شاهر فلاح العروض ودكتور محمد عبد الشكور شحاته، وهذا الكتاب المفترض عن دار المريخ، دي مشهورة جدا هنا في البيئة السعودية، موجود لها فرع مركزها الرئيسي اعتقد في الرياض يعني. وده حديث يعني يعتبر من الكتب الحديثة، أول إصدار ليه كان سنة 2014. طبعا في العديد من الكتب الثانية زي دليل الباحثين في إعداد البحوث المحاسبية لأستاذ الأساتذة طبعا الدكتور سيد الإيه الهواري، ده موجود في مكتبة عين شمس بشارع القصر العيني بجمهورية مصر العربية. في كتاب آخر بعنوان مثلا إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة إلى الخاتمة،
للاستاذ الدكتور احمد ابراهيم خضر، ده استاذ بكليه التربيه جامعه الازهر بجامعه القاهره او بالقاهره اسف يعني. في كتاب اخر بعنوان التفكير والبحث العلمي، ده عباره مجموعه من الاساتذه بصراحه، اللي هو الاستاذ الدكتور حسن عوادي السريحي، والاستاذ الدكتور فالح عبد الله الدرمان، والاستاذ الدكتور عبد الرشيد عبد العزيز حافظ، مجموعه من الاساتذه بكليه الاقتصاد والاداره بجامعه الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، مركز النشر العلمي. في بقى كتب اخرى طبعا، انا كل الكتب اللي انا ذكرتها بالمناسبه ده بعض الكتب بعضها، اللي عايز يرجع ويستزيد والله ما فيش مشكله، لان في اخر اللقاء ممكن الاقي حد من ابنائي وبناتي يقول لي دكتور طب لو حبيت اقرا زياده يعني خلاص خير وبركه، ايه المشكله يعني؟ لان المفترض المقرر ده لو انا بدرسه لطلابي في جمهوريه مصر العربيه في الجامعه، بندرسه في مرحله مثلا الدبلومه اللي هي بتبقى اعلى من البكالوريوس او الدراسات العليا، لان المفترض لازم يتعلم وبياخد ماده اسمها قاعده بحث او مناهج بحث، اللي هي كيفيه اعداد بحث علمي، هاو تو دو ا ساينتفك ريسيرش، كيفيه اعداد بحث علمي، هاو تو دو ا ساينتفك ريسيرش، يعني ازاي نعمل بحث علمي، هو ده المهم بالنسبه لي. فانا عايزكم على اخر اللقاء ان شاء الرحمن، لا والله يا دكتور ربنا يكرمك جزاك الله خيرا، احنا بقى عندنا خلفيه كده ان شاء الرحمن، بحيث لو طلب مننا نعمل بحث علمي او رساله ماجستير او دكتوراه، لا احنا عارفين لو حضرنا رساله مناقشه في الماجستير او الدكتوراه، لا نبقى عارفين القصه والحدوته ماشيه ازاي، لكن انا مش هطالبكم حاجات بالتفاصيل التفاصيل، لا طبعا، لان انتوا لسه في مرحله يعني ايه؟ يعني بالنسبه لنا كده نبت لسه يعني ايه؟ لكن لما يشتد عودكم كده وتطلعوا بقى في مرحله الدراسات العليا، لا اقول لكم بقى اه فاكرين اللي انتوا خدتوه بقى في مقرر البحوث المحاسبيه، هتقول لي اه اقول لك ايوه كده، ده يعتبر تمهيد وتكمل عليه ان شاء الرحمن. يبقى ده كده ادي اول نقطتين اللي هم المواعيد، النقطه الثانيه اللي هي المقرر، ها هنذاكره من اي مصدر، هما مصدرين عشان تريح دماغك وتريح نفسك، ايه هما ابنائي وبناتي الافاضل؟ الكتاب المرسل لحضراتكم والحلقات المصوره هي عباره عن الكتاب بالمناسبه، واللقاءات الحيه فقط لا غير، مش عايز حاجه اكتر من كده. طب انت يا دكتور ارسلت لينا، قلت لنا ان انت ارسلت ايضا ثلاث حاجات، وانا بعيد ثاني وبكرر اهو لسه من شويه، ها ايه هما الثلاث حاجات؟ انا بعت رساله ماجستير، طب رساله ماجستير زي الدكتوراه يعني، تمام. هو في فرق يا دكتور بالمناسبه بس عشان ما حدش يضحك علينا، يعني في فرق ما بين رساله الماجستير والدكتوراه؟ اه في فرق، لازم تبقوا عارفين الخطوات والناحيه الشكليه هي هي، مفيش فرق خالص، لكن في الماجستير مش مطلوب من حضراتكم الابداع والتطوير والابتكار، يعني ايه؟ ابنتنا سارة او ابنتنا ليلى او ابراهيم هيجي يعمل مثلا بحث او خديجة، خلاص في الماجستير لا، بنقول برضو ما زال الطالب بيتعلم، فممكن الى حد ما يبقى كوبي وبيست و بس مش طبعا مش برضو يعني مجرد كوبي وبيست وخلاص، لا لازم في جملة بتتقال كده دايما اساتذتنا على المهندم نحن في الماجستير يقول لك ايه؟ اين اكتبها لكم، لازم اكتب لكم نفس اللي اتقال لي الجملة بالصيغة بالظبط، اين زي ما استاذي يعني كتبها لي من سنوات شخصيته، ونعمل علامتين استفهام. ابراهيم بيقول لي يعني اين شخصيتك؟ يعني مش فاهمها دكتور يعني، يعني وانت بتعمل بحث هو شخصيتك هتبقى ظاهره؟ ايوه ابننا ابراهيم. قال لي طب اديني مثال عشان افهم كده. قلت له لما تيجي تقول مثلا تعريف مثلا المراجعه، بما انكم بتاخدوا مثلا مقرر المراجعه. طيب تمام، ايه المشكله يعني؟ لما نيجي نقول تعريف المراجعه، ممكن انت بتكتب بقى لو انت بتكتب في رساله الماجستير بتاعتك هتقوم قايل ايه؟ والله اه عرفت ليلى العتيبي المراجعه بانها كذا 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 كذا، كما عرفتها خديجه جعفري بانها كذا 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 كذا، وايضا عرفتها ساره الشيخ بانها كذا كذا، وهناك الدكتور احمد حامد عرفها بانها. طيب تمام، هو انت يقوم قايل لك بقى كده استاذك بقى كده ابراهيم، وانت يا ابني عمال تستعرض التعريفات دي، طب انت فين بقى من دول؟ فبيقول يعني ايه انا فين يعني؟ اقول له انت تعريفك انت بقى الذي ينسب اليك من خلال استعراضك لهذه التعريفات، ايه اللي انت توصلت له؟ ايه اللي انت استنتجته؟ فين تعريفك انت؟ فبيقول لي يا دكتور ما ممكن اكون انا برضو يعني ايه في الصياغه مش قوي مش قادر، لا طب والله يا دكتور انا بتفق مع تعريف مثلا ابنتنا خديجه، التعريف ده يعني هو بصراحه اللي انا ايه الانسب اللي انا مرتاح له واللي انا بقول ايه عايز اقول زيه بالظبط. قلت له خلاص بسيط، هو ايه تكتب كده؟
ويتفق الباحث في الرأي مع، طبعا بنفتح كورس ونكتب اسم المرجع ونتعلم نكتب المرجع ازاي ما تقلقش، مع الدكتور فلان او الدكتورة فلان او الباحثة فلان، على ان المراجعة هي فحص فني محايد حول مدى وصدق وقوائم المالية وعدالتها في التعبير عن نتيجة النشاط من رفع وصرا الى اخره. يبقى دي اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ شخصية البحث. فلازم شخصيتك تبقى جارزة في البحث وواضحة في البحث. طبعا مش مجرد بتاخد كابي وبست وخلاص، ما ينفعش. يقولك لا ما ينفعش البحث بالطريقة دي، لازم انت دورك ايه؟ وانت لما تاخد كل حاجة كابي وبست وما انت عملت انت ايه؟ ايه اللي انت ضفته يعني؟ وايه اللي قلته يعني؟ تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده، غير شخصيته كاب، هو المفترض يا دكتور لو احنا اساسا بنتكلم في البحث العلمي، بنتكلم في البحث الايه؟ العلم. طب انتوا اولا ابناء وبنات الافاضل ولا في اي حاجه غامضه الى الان؟ احنا النهارده هنتكلم في الاطار العام للمقرر ومحتوياته بمشيئه المولى عز وجل، ونشير لبعض النقاط كده ايه سريعا. ابنائي وبنات الافاضل، طيب تاني اعيد على حضراتكم، الدكتور احمد ارسل رسالة ماجستير بعنوان المراجعة المشتركة. طبعا المفترض عنوانها ايه؟ اثر المراجعة المشتركة على جودة المراجعة، دراسة امبريقية، وهنقول يعني ايه بعدين ما تقلقوش يعني، على الشركات المساهمة المصرية. طيب هو الرسالة دي يا دكتور يعني هنذاكرها يعني ولا ايه؟ نطبعها ونذاكرها؟ لا محدش يطبعها، بس مجرد ان انت كده تتصفحها، مجرد بس ايه تبص كده على شكل الايه الرسالة عامل ازاي، افتحها كده على اللابتوب او مثلا على الموبايل بتاعك، وبقى ده الصفحة الاولانية فيها صفحة الغلاف، وبعد كده فيها ايه؟ ده فيها صفحة آية قرآنية، وفيها بعد كده صفحة شكر، وبعد كده الايه المحتويات، وبعد كده والله جدول المفترض الايه بالجداول والاشكال اللي موجود، وبعد كده مكتوب الاطار العام للبحث، وبعد كده في مش عارف الفصل الاول، وبعد كده الفصل الثاني، وبعد كده الفصل الثالث، وبعد كده النتائج والتوصيات، وبعد كده مكتوب المراجع، ويبقى بعد كده الملاحق. عايزك تعرف الحاجات دي بس، مش عايزك تعرف حاجه اللي هي ايه هنقولها مع بعض برضه ما تقلقوش، اهي مكونات البحث بشكل عام. المفترض البحث ده بيتكون من ايه؟ ممكن واحد هو بيشرح يوم قايل لكم حاجه ثانيه خالص. على فكره يا اولادي البحث ده المفترض بيتكون، المفترض فيه جزئين رئيسيين. يقول لك ايه؟ يقول لك في حاجه اسمها الجزء او الجانب النظري، وثانيا الجانب العملي. دول الجزئين في اي بحث. ابننا ابراهيم بيقول هو دكتور ممكن البحث بتاعي يكون نظري بس؟ اقول له ده كان زمان يا ابراهيم ممكن ان انت تعمل البحث يكون دراسه تحليليه، دراسه تحليليه، ولكن الافضل والاولى والمطلوب في الوقت الحاضر وفي العصر الحالي لا يا عم ابراهيم، يقول لك لازم تعمل جانب ايه تطبيقي او ميداني للبحث. ما ينفعش يا ابني، لازم تعمل، انت بتعمل رساله ماجستير دكتوراه لازم يكون في جزء او جانب عملي في البحث، ده لابد. عدم وجود الجانب العملي يضعف البحث، الا برضه عشان ما يبقاش كلامنا يعني ايه في العموم المطلق، افتراضا ابراهيم ده بيتناول جزئيه لم يسبق له ان تناولها اي باحث على مستوى العالم وعلى مستوى الكره الارضيه. فالراجل مجرد زي ما بيقولوا كده يعني ايه بيقترح حاجه وبيفك طلاسم حاجه وبيقول حاجه، ممكن في الحاله ديت يعني الى حد ما يعني معناها انها تعتبر كانها اول دراسه في الكون يعني، فممكن يبقى حاجه زي ايه؟ حاجه تحليليه. لكن المفترض وانت بتعمل رساله ماجستير او دكتوراه يبقى لابد ان يكون هناك جانبين او جزئين رئيسيين، الا وهما الجزء النظري وجزء ايه؟ جزء عملي. الجزء العملي هنتكلم فيه، والجزء النظري على فكره، وصياغه الجزء النظري ازاي؟ والعمل ده بيتعمل ازاي؟ هنعرف الكلام ده وهنتعلمه مع بعض، عشان بس ما تستعجلوش يبقى فيه ايه؟ استعجال ويكلفوا كل حاجه مره واحده، تمام؟
يبقى تاني بقى اكرر وانا كاتب لكم الكلام ده على المنتدى ان رساله الماجستير وانا ارسلت لحضراتكم بحثين من ابحاثي. البحثين دول انا طبقتهم في البيئه السعوديه بالمناسبه. البحث الاولاني بعنوان مدى افصاح شركات المساهمه السعوديه عن ممارسات التنميه المستدامه في تقاريرها الماليه دراسه ميدانيه. طيب تمام. بالمناسبه طب هو دكتور البحث ده لو احنا عايزين نجيبه منين؟ مش المفترض البحث ده يبقى له مصدر؟ اه طبعا. المصدر ده اسمه ايه؟ جهة النشر او مكان النشر. يعني البحث ده منشور فين؟ فالبحث ده منشور في مجلة العلوم الادارية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والادارة جامعة القصيم. هتلاقوه منشور المفترض في العدد اللي هو 13.1 اللي هو بيصدر في شهر محرم 1441 هجريا. البحث الثاني وهو بعنوان أثر هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية دراسة تطبيقية على الشركات المسجلة بالبورصة السعودية. وهذا البحث بفضل الله تعالى تم نشره في مجلة متخصصة اسمها الفكر المحاسبي. اكتب لكم اسم المجلة لان هنحتاج اسماء مجلات بعد كده. مجلة اهي الفكر المحاسبي. طب ثانية واحدة كده، المفترض المجلة دي بتصدر فين؟ بتصدر عن قسم المحاسبة والمراجعة. القسم اسمه كده، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس، ونكتب مصر. طيب اقول لكم حاجة بالمناسبة بقى، انا اتعمدت اعملها خطأ قدامكم. خطأ؟ اه طبعا. هنتكلم في ناحية علمية يبقى لازم يكون في دقة. على فكرة ايه مصر دي؟ مفيش دولة اسمها مصر على فكرة. ما في دولة اسمها مصر؟ يا دكتور ده انت راجل مصري كمان يعني، تقول ما في دولة اسمها مصر؟ اه ما في دولة اسمها مصر. ايه مصر دي؟ طب بالمناسبة برضه يا ابراهيم ما فيش دولة اسمها السعودية. يلا. ها؟ تعرف الكلام ده يا ابراهيم ولا ما تعرفوش؟ ها؟ ابدأ الافاضل. بس ما تاخدوش كلامي وتقولوا ولا تقربوا الصلاة، يعني أنا لازم المفروض إن أنا هكمل، أنا بقول الجملة والمفترض في علامة في بعدها فاصلة، المفترض في بقية كلام، ها؟ بس انا ما كملتش. يعني ابراهيم لو كتب كده في البحث ان المرجع ده جايبه منين؟ جايبه من مجله الفكر المحاسبي، قسم المحاسبه والمراجعه، كليه التجاره، جامعه عين شمس، ويكتب مصر. قال له ابراهيم يا ابني ما فيش دوله اسمها مصر. قال له دكتور ازاي؟ انت مش مصري؟ اقول له ماشي، ده مصري الجنسيه، مالكش دعوه بيها. لكن الدوله اسمها ايه؟ اسمها جمهوريه مصر العربيه. صح؟ هو في حاجه اسمها السعوديه؟ لا. اسمها ايه؟ ها؟ ما تقولش سعودية. سعودية دي اه الناس اللي في الشارع اللي هم الايه؟ عادي العامين والعامية يقولوها، يقول لك ايه؟ اه انا مسافر السعودية، انا رايح السعودية، انا في عايش في السعودية، شغلي في السعودية. لا يا عم الشيخ ربنا يكرمك. لو انت بتتكلم في بحث علمي لازم تكتب كده المملكة العربية السعودية. يبقى هتلاقوني وانا بكتب في البحث. طب انا سهل قوي ان انا بكتب في البحث وانا كاتب ازاي؟ دراسة تطبيقية على مثلا الشركات المسجلة بالبورصة السعودية. جوه بقى البحث اقول ايه؟ وقام الباحث مش عارف كذا في السعودية وكذا في السعودية. ما ينفعش. لكن لازم بقى، على فكرة ده حقيقي والله فعلا، ابنائي وبناتي الافاضل، لازم اكتب زي ما ساره كتبت كده المملكة العربية السعودية. كنت عامل اول بحث في ابحاثي بفضل الله تعالى دور لجان المراجعه في الحد من ممارسات اداره الارباح، ها دراسه تطبيقيه مقارنه بين البيئة المصرية والسعودية. طب تمام، لما اجي اكتب جوه البحث لازم اكتب كده عينة البحث بتاعتي فين؟ العينة في جمهورية مصر العربية، والعينة في المملكة العربية السعودية، وانا بعمل الجدول كده. طب انا كان ممكن ابسط واقوم كاتب مصر والسعودية، خلاص ما انا فاهم انا اقصد ايه، واللي ممكن هيقيم البحث ما هو فاهم. لا، فاهم دوت عم الدكتور ده بره في الشارع، نتكلم ونقول مصر والسعودية والكلام من ده والقصص دي، لكن انت بتكتب في بحث علمي او في ندوة علمية او في لقاء علمي ما ينفعش، لازم اقول ايه؟ المملكة العربية السعودية. مصر اقوم كاتب كده جمهورية مصر العربية، تمام؟
ده انت يا دكتور بقى بتاع بحث علمي وعالم بقى فاضيه، وهتقعدوا تدققولنا بقى على كل كلمه وتقول لي الفاصله والهمزه والكسره. طبعا في البحث العلمي، لان لما نيجي نتكلم في جزئيه ان شاء الرحمن، وخليكم فاكرين العنوان ده عشان هجيب منه سؤال في الاختبار النهائي بمشيئه المولى عز وجل، اهو نكتب العنوان الرئيسي مقومات. والله الدكتور ده راجل محترم اهو، هيدينا سؤال في الاختبار من دلوقتي، مقومات البحث العلمي الجيد او السليم يعني. اهي تعالى بقى نتكلم فيها بعدين. بيقول لك ايه هي مقومات البحث العلمي الجيد؟ من ضمن مقومات البحث العلمي الجيد، يعني زي ما اشبهها ازاي لحضراتكم، مثلا هو حد مننا ابراهيم ينفع يروح المسجد يصلي يعني تكون هدومه مثلا متقطعه وممزقه ومش نظيفه وهو ما فيش نظافه شخصيه وهو ينفع؟ لا دكتور ما ينفعش. يعني المفترض برضو يعني انت رايح كده، حتى يعني الذوق العام حتى والشكل العام ده، انت هتروح قدام ربنا بتلبس كده توب يكون نظيف وريحتك تبقى كويسه كده وفي نظافه وفي وفي وفي، مش كده ولا ايه؟ صح؟ مش كده ولا ايه؟ ايوه. يبقى انت كده بصيت عليها ابراهيم اول حاجه، وانت دخلت جوايا وتعرف ايه اللي جوايا، يمكن يا عم الحاج انا والله بسم الله ما شاء الله الايمان والتقوى والورع ما فيش بعد كده. طيب تمام، لكن برضه نقول ايه؟ ها؟ لازم ناخد بالايه؟ ها؟ قول الكلمه بقى. عايزين نحكم على الشخص ده، هنحكم عليه منين؟ ايوه انا اشاره كتبت ايه؟ تقول الظاهر، حلو. نقولها بقى اللي هو مين؟ الشكل، الشكل. يبقى عشان كده هناك حاجه اسمها ايه؟ الناحيه الشكليه واللغويه. طبعا والقواعد. ايه ده؟ اهو ابراهيم كتب من حيث الشكل، صح؟ اهو. يبقى من ناحيه الشكل ما ينفعش. يعني في البحث العلمي الناحيه الشكليه واللغويه مهمه؟ قلت لطلابي في القاعه ايه؟ طب انت يا ابني الحقيقه حتى ما ضربت لهم مثال كده بايه بعض، وهقول الكلام ده وانا شغال ان شاء الله في شهر، بعض الجمل مثلا والقواعد في اللغه العربيه. يا دكتور وانا هبقى لازم ابقى ابراهيم عايز يتخض كده يقول ايه ده؟ هو انا لازم ابقى قوي في اللغه العربيه؟ قلت له المفروض. قال لي طب افترض ان انا مش قوي في اللغه العربيه اعمل ايه؟ يعني مش هعمل بحث يعني ولا ايه؟ قلت له ليه؟ قلت له انا واحد من الناس عن نفسي، عن نفسي بالاصاله عن نفسي وبعملها بصراحه فعلا يعني. هو انا بعد ما اخلص البحث ماذا يديرني ان انا اروح لواحد متخصص في اللغه العربيه؟ والله ابراهيم عقلان ده مثلا تخصص لغه عربيه، بروح له والله يا استاذ ابراهيم او يا دكتور ابراهيم ممكن والله حضرتك يعني مشكورا بعد اذنك تراجع لي البحث دوت. ايه المشكله يعني؟ حاجه من الاثنين عشان اكون امين معاكم بقى بصراحه يعني. هي اما هياخد مقابل شغله يقول والله طب انا اتعبي هاخد كذا، خلاص اوكي ايه المشكله؟ يا اما والله ده كان تلميذي ولا كان زميلي ولا صديقي ولا كذا ولا في جامعتي فوالله هيراجعوا لي يعني خدمه يعني، خلاص ما فيش مشكله. بحيث يراجع لي ويطلع لي بعض الاخطاء. ازاي؟ قول لنا مثال بسيط بس واحد النهارده كده يا دكتور. على سبيل المثال اهو لما اقول مثلا المسؤوليه الاجتماعية. ها انا كتبتها، هل يا ترى فيها خطا ولا ما فيهاش خطا؟ يا ابنائي وبناتي الاعزاء، ايه اجاوب انا ولا ايه؟ هل من مجيب؟ ايه كلكم معترضين ولا متفقين ولا ايه بالظبط؟ هل الكلمه كده؟ طيب ماشي، ابنتنا مريم بتقول والله فيها خطا. طيب تمام، البويه والبرقوه لماذا او فين الخطا يعني؟ الله ينور عليكي، بس ابنتنا لا كتبت صح اهو. لا برضه يا مريم لا، انت كنت هتكتبي ايه؟ همزه على واو واحده، الصح اللي ليلى كتبته. تمام؟ بس مش هقول بقى الصح، لا هقول الاصح، الاصح. يعني انت عايز تقول يا دكتور؟ يعني لو انا كتبتها كده المسؤوليه، واعمل الشرطه كده عشان تقوم الاثنين جنب بعض، او المسؤوليه كده، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ولكن
الاصح والافضل ان انت تكتبها الثانيه اللي هي سعادتك المفترض ايه فيها دبل واو والهمزه على الواو وتبقى بالشكل ده، يبقى المسؤوليه. تمام؟ فابراهيم قال لي طب انا اعرف الكلام ده منين؟ قلت له يا عم الحاج ما انا قلت لك هتخلي حد يدي هيعمل ايه؟ يراجع لك البحث. ماشي. طب بالمناسبه كلمه الاجتماعي. طب بص اعملها لي غلط، بص بقى اعملها لي غلط اهي. اهي ايه رايك؟ انا كده كاتبها خطا بالمناسبه. فيها خطا ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. ابنته وهي بتقول لا ما فيهاش، ومريم قالت لا ما فيهاش، وابراهيم قال صح. لا خاطئ على فكره بقى. الصح بتاعها ما بقاش فيها همزه تحت، هي وانت بتكتبها على الكمبيوتر كده الاجتماعيه الاجتماعيه. اه بص اهي الاجتماعيه اهي، ما بنقولش الاجتماعيه. فوانت بتكتبها على جهاز الكمبيوتر يبقى جرب كده واكتبوها. ها لو انت بتكتب صفحه كده ولا حاجه او سطر ما بتنكتبش فيها الاجتماعيه. تمام؟ وانت يا دكتور بتقعدوا تدققوا على الهمزه والفاصله والهمزه على نبره ولا مش همزه على سطر ولا مش عارف ايه؟ ايوه كده تمام. معايا؟ يبقى معنى كده ان الناحيه الشكليه واللغويه مهمه عند اعداد البحث العلمي؟ نعم. تمام؟ طيب تاني اعيد واكرر على حضراتكم الابحاث والرساله اللي انا ارسلتهم ها دول مجرد الفهم والاسترشاد فقط. طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. معذرة معلش يعني الاذان بس كان بيأذن عندنا هنا في الاحساء يعني. فارجو المعذرة يعني. طيب نرجع تاني. طب هنقعد بقى نتكلم في الحاجات ديت وهن ايه هنتعلمها سوية ما تقلقوش يعني، احنا مش هنتعمق في قواعد اللغة العربية، احنا مش بتوع اللغة العربية، احنا عايزين بحوث محاسبية. تمام؟ طيب المفترض يا دكتور المنهج بتاعنا او البحث العلمي المفترض يعني ونتيجه ان هو اصبح من اهم وسائل التنميه والتطوير واهتمت الدول المتقدمه في البحوث العلميه لان ممكن يساعدنا في ايجاد حلول للعديد من المشكلات وهذا يساعد طبعا في تحسين الانتاجيه وتنميه المجتمع. طب ده كلام كبير قوي يا دكتور، احنا عايزين نشوف بس المقرر بتاعنا الاول بايجاز كده ها عشان اللقاء بتاعنا والوقت بتاعنا ضيق. يا ترى ما هي الموضوعات التي سيتم تناولها من خلال هذا المقرر؟ المقرر ده عند حضراتكم كما ارسلته ها بيتكون من في عندنا 7 فصول. الفصل الاول هيكلمنا عن ايه؟ طبيعه وخصائص وخطوات البحث العلمي. تاني يبقى الفصل الاول طبيعه وخصائص وخطوات البحث العلمي. هيكلمني فيها عن ايه؟ عن تعريف البحث العلمي. يعني ايه تعريف البحث العلمي؟ طب وهو الغرض من البحث العلمي اصلا ايه؟ احنا بنعمل الابحاث بتاعتنا ديت ليه؟ وما هي خصائص البحث العلمي الجيد؟ هنكتشف انها عباره عن 7 خصائص المفترض يعني.
يقول لك والله المحترم انت بتعمل بحث تحديد الهدف، بذل العنايه والجديه في البحث، الدقه والثقه، امكانيه الاختبار، امكانيه تكرار البحوث، الموضوعيه، تعميم النتائج. فدي خصائص المحترم هنقولها، ولازم ناخد بالنا من شرح كل خاصيه، لان ممكن تيجي في الاختبار بمشيئه المولى عز وجل. تقول ايه؟ امكانيه تكرار البحوث. هو انت البحوث دي يعني معناها لو انت عملت بحث يا دكتور يجي ابراهيم يعمل نفس البحث؟ اه طبعا. ايه المشكله يعني؟ ازاي الكلام؟ فالناس كلها تتخض لما اقول لهم الكلمه دي. يا دكتور يعني انت عملت بحث يجي ابراهيم يعمل في نفس الموضوع؟ اه يعمل في نفس الموضوع. السؤال، السؤال لازم يبقى في ذهن حضراتكم. بص السؤال هساله لابراهيم ازاي؟ ها؟ ما هي الاضافه؟ كونتريبيوشن. ها؟ الفاليو، القيمه المضافه اللي انت هتضيفها. ما هو الاختلاف؟ الديفرنس ما بين البحث بتاعك والبحث بتاع الدكتور احمد. في اختلاف ولا مفيش يا استاذ ابراهيم؟ يقول لي والله مفيش. اقول له لا ما ينفعش، انما لازم تقول لي الاختلاف ايه. عشان كده دايما هم قايلين حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ريسيرش جاب. يعني الفجوه البحثيه. المفترض ان انت من خلال قراءاتك واطلاعك على الابحاث والدراسات السابقه اللي سبقتك، ها، تستنتج وتطلع حاجه اسمها الفجوه البحثيه. وهذه الفجوه البحثيه هي ما تميز بحثك عن الابحاث السابقه. انما ابراهيم يجي ياخد البحث بتاع الدكتور احمد ويطبقه هو هو، يعني ايه الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. في جديد ولا ما فيش؟ في اختلاف ولا ما فيش؟ في، اهلا وسهلا. ما فيش، ما ينفعش. تمام؟ عشان بس الناس بتفكر ان ايه؟ طالما الدكتور احمد عمل بحث في موضوع يبقى ما ينفعش. لا طبعا. يعني ايه؟ طب انا عملت بحث ايه؟ عن المراجعه المشتركه. وهنعرف يعني ايه ونبقى نتكلم فيها بعدين. المراجعه المشتركه، يعني ايه المراجعه المشتركه دي بالمناسبه؟ بما ان انتوا بقى بتاخدوا مقرر المراجعه. المراجعه المشتركه معناها ابنائي وبناتي الافاضل اشتراك مكتبين من مكاتب المراجعه، مش اتنين مراجعين، لا مكتبين. مكتبين من مكاتب المراجعه في القيام بعمليه المراجعه لاحدى الشركات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مريم عندها مكتب. مكتب مراجعه. وليلى عندها مكتب مراجعه، تمام. الاثنين دول مكتبين مختلفين عن بعض تماما. اه هيحصل ايه؟ هيتعاونوا مع بعض في مراجعه حسابات شركه ابراهيم. يبقى معناها كده دي اسمها مراجعه ايه؟ مشتركه. مراجعه ايه؟ مشتركه. طيب انا عايز اعمل بحث عن المراجعه المشتركه. طب ثانيه واحده كده، فلقيت الناس كلها، معظم الناس عماله تتكلم عن المراجعه المشتركه وكذا، المراجعه المشتركه وكذا. طيب ما في نقطه مهمه قوي ما حدش يتكلم فيها. ما هو اثر تطبيق المراجعه المشتركه على قيمه الشركه؟ عملتها بحث، يبقى في حد سبقني فيها؟ لا، لكن ممكن يكون في بحث او اتنين اجنبي، يبقى معناه ان يعتبر بحث الى حد ما، ان شاء الله الرحمن يعني الابحاث الكويسه. ما هو طالما في اضافه وحاجه جديده، ها، يبقى ده شيء طيب، وده ما يجب ان يكون، وده ما يجب ان ايه؟ ان يكون. ايضا في الفصل الاول سنتعرض لجزئيه مهمه ساعات بتبقى يعني مقلقه الى حد ما شويه لبعض الناس، لما يجي يقول لك ايه؟ هو انا هقدر احدد مشكله البحث بتاعي ازاي؟ الريسيرش بروبلم احددها ازاي ويتم صياغتها ازاي؟ فهناخد الكلام ده مع بعض وهنستعرض بعض الامثله على صياغه مشكله الايه؟ مشكله البحث. الفصل الثاني فيه سنتناول سويا بمشيئة المولى عز وجل مناهج البحث العلمي. هو ايه المقصود بمنهج البحث العلمي؟ يعني ايه منهج البحث العلمي؟ والله سعادتك ده الاسلوب يعني اللي انت هتستخدمه في دراسة ظاهرة معينة، لان من خلال هذا الاسلوب او من خلال هذا المنهج هتقدر تنظم الافكار بتاعتك بطريقة علمية صحيحة تمكنك من علاج مشكلات البحث. طب هو انت بتقول مناهج البحث اللي هي اسمها ريسيرش ميثودولوجي، هو المفترض الميثودولوجي دي المنهجيه دي، هو انت المفترض في مناهج ولا منهج واحد ولا ايه بالظبط؟ لا طبعا، ده في مناهج وليس منهج واحد. فهنيجي ساعتها وتنقول والله لا، ده المناهج دي عديده، يمكن ان تتمثل في المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي والمنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. دي تعتبر من اهم المناهج. طب هو المناهج دي ايه المقصود بيها؟ برضه دي سنتعرض ليها سويا بمشيئه المولى عز وجل في الفصل الثاني. الفصل الثالث وهو عبارة عن الحلقات عند حضراتكم من 8 إلى 12، الفصل الأول المفترض يعني أعتقد إن هو الحلقات من 1 إلى 5.
الفصل الثاني الحلقات من 5 إلى 7. الفصل الثالث وهو بعنوان مصادر المعلومات والبيانات وأدوات جمعها وأساليب توثيقها. مصادر البيانات والمعلومات وأدوات جمعها. يعني ايه العنوان ده بالظبط كده في عجلة سريعة؟ يعني انت لما تيجي تعمل بحث يا ابراهيم زي ما لسه بقولك من شوية، انت ايه اللي هتجيب الداتا منين؟ المفترض عشان تعمل البحث ده، ها مش بترجع الى مراجع؟ طبعا. وممكن ترجع الى نشرات حكومية؟ قال لي قلت له ممكن ترجع وتطبع على شركات وتجيب بيانات من القوائم المالية؟ قال لي قلت له طيب هذه المقصود بها ايه؟ مصادر البيانات والمعلومات وادوات جمعها، هتجمعها ازاي؟ ويا ترى هيجمعها من خلال قائمة استبيان مثلا، ولا من خلال تطبيق فعلي على شركة معينة او مجموعة من الشركات؟ يبقى دي اسمها ايه؟ مصادر البيانات والمعلومات وادوات جمعها واساليب توثيقها. طيب يعني لما نيجي نتعرض في الجزئيه دي مثلا لقائمه الاستبيان، هعرفك يعني ايه قائمه الاستبيان، وايه هي الاسس التي يجب مراعاتها عند اعداد قائمه الاستبيان، ومزايا استخدام قائمه الاستبيان، وهبعت لكم نموذج لقائمه استبيان تبقى موجوده عند حضراتكم. ومن غير ما ابعت نموذج، ما انا بعت لكم بقى الحاجات عشان استرشاد، علشان كده ازاي البحث اللي انا بعته لحضراتكم اللي هو بعنوان مدى افصاح شركات المساهمه السعوديه عن ممارسات التنميه المستدامه في تقاريرها الماليه دراسه ميدانيه، ده بتاع عم الدكتور احمد حامد. انا بقول دراسه ميدانيه فيلد ستادي، خلاص يبقى معناها ان ده بيعتمد على، طالما قلت فيلد ستادي يعني دراسه ميدانيه، يبقى معناه انه بيعتمد على الكوتشينير اللي هي قائمه الاستبيان. طب شكل القائمه عامل ازاي؟ عشان كده بعت لكم البحث. يبقى اقول لك والله بص كده للقائمه موجوده مرفقه في نهايه البحث، اخر صفحتين هتلاقي شكل القائمه، فاقراها بس كده واطلع عليها. ليه بقى يا اخ ابراهيم؟ عشان المفترض لما اقول لابنتنا ليلى، ها شفت القائمه بتتعمل ازاي؟ طب مكونات القائمه ايه؟ طب المفترض القائمه دي فيها كام خانه؟ ده فيها خانه البيان وفيها 5 اعمده، طب ليه 5؟ ما قلناش 3. طب المفترض القائمه ديت متقسمه كام مجموعه؟ مجموعتين. طب لماذا مجموعتين؟ ليه؟ مش معنى مجموعتين ليه يعني الهواي؟ ما يتعملوش 3 ليه؟ ما يتعملوش 4 ليه؟ هي القائمه دي على طول اسئله كده على طول، ولا المفترض في حاجه اسمها بيانات شخصيه للشخص اللي انا هديله القائمه ديت المفترض يقول لي بياناته عن الاول؟ طب مش المفترض قبل البيانات ديت اقول له لو سمحت والله يعني انا بستاذنه كده اسلم عليه اقول له السلام عليكم وبعد التحيه الطيبه انا والله فلان الفلاني وبعمل بحث علمي بعنوان كذا ورجاء انا عايز استفيد من ايه؟ من رايك لما له من اهميه بالغه في اتمام الجانب او الجزء العملي للبحث، فبرجاء قراءه الاسئله بتمعن والاجابه عليها بما يتوافق مع وجهه نظرك. وثانية واحدة ما تقلقش وما تخافش، أنا بتعهد قدامك وأمام الله وأمامك إن أنت هذه البيانات لن يتم استخدامها إلا في أغراض البحث العلمي. ابراهيم قال لي ليه؟ قلت له ما سعادتك ما اخدش منك البيانات واستخدمها في أي حاجة تاني. لا ده أنا استخدمها في البحث الإيه؟ في البحث العلمي. يبقى شكل القائمة موجود عندك في بحثه ممكن ترجع له وتطلع عليه. الفصل الرابع بيكلمنا عن الإطار النظري ووضع وصياغة الفروض. يعني ايه اطار نظري؟ وانت سعادتك هتصيغ الفروض ديت، ويعني ايه كلمة فرض؟ وهتصيغ الفروض ازاي؟ وفي حاجة اسمها متغيرات للبحث ولا ايه بالظبط يعني؟ فهنشوف. عشان كده هيكلمنا عن ايه هي خصائص الاطار النظري الجيد للمشكلة، وكيفية استنتاج الفروض، وما هو تعريف الفرض، وهل هناك في حاجة اسمها الفرض البديل وفرض العدم؟ تاني فرض البديل وفرض العدم، هنقولهم بعدين بالتفصيل ان شاء الرحمن. طيب بنقول متغيرات الدراسه او متغيرات البحث. يعني ايه كلمه متغيرات؟ وانت هتقيس المتغيرات ديت ازاي؟ وفي لفظين مهمين او نوعين مهمين في المتغيرات، في حاجه اسمها اكتبها لحضراتكم اهو المتغير التابع والمتغير المستقل. وان كان الصح بقى المفروض كنت انا كتبت المتغير المستقل الاول يعني. وفي حاجه اسمها متغير مستقل ومتغير تبع. ده دول اهم نوعين في انواع المتغيرات. في حاجه اسمها المتغيرات المتداخله.
او الوسيط يعني ايه؟ ايه المقصود بالمتغير التابع والمتغير المستقل؟ عشان نبقى فاهمين ونعرف نشتغل. ولازم ابقى فاهم طبعا، لان المشكله اللي بتواجه بعض الباحثين لما بتيجي نشرف على الباحثين في اعداد رسائل ماجستير ودكتوراه، الاقي الباحث من دول مش قادر يفرق ما بين المتغير التابع والمستقل. وانا اسف في اللفظ يعني، تبقى مصيبه يعني، انا اسف في اللفظ يعني، مصيبه فعلا، ده مصيبه كبيره جدا ان الباحث مش عارف يطلع من البحث بتاعه المتغير التابع والمتغير المستقل. لما انت مش عارف المتغير التابع والمستقل، لما انت تشتغل ازاي؟ ده ليها ابجديات البحث العلمي يا ابن الحلال. ده وانت بتعمل البحث بتاعك لازم من العنوان بتاعه، لما انا اقول لحضراتكم دلوقتي ها قياس اثر ها تطبيق المراجعه المشتركه على قيمه الشركه دراسه تطبيقيه في بيئه الاعمال مثلا السعوديه، يلا ادي عنوان اهو. لان ممكن اجيبه سؤال على فكره في الاختبار، امال ايه؟ بفرض انك تقوم ببحث علمي بعنوان قياس اثر تطبيق المراجعه المشتركه على قيمه الشركه دراسه تطبيقيه في بيئه الاعمال السعوديه في ضوء ما سبق، فان المتغير المستقل هو نقطتين وشرط. واجيب لحضراتكم الاختيار الف وب ود ود. ممكن نفس السؤال اقوم جايبه بعدها بشويه كمان، يعني بعدها بكام سؤال ونفس السؤال هما ايه؟ انا جبت الاول في السؤال اللي فات ايه؟ المتغير المستقل. طب السؤال هنا بقى في ضوء ما سبق فان المتغير التابع هو نقطتين وشرط، وابدا اكتب بقى مجموعه اختيارات. فلازم تبقى عارف المتغير التابع والمتغير الايه؟ المستقل. طب هي المتغيرات ديت اصلا هيتم قياسها ازاي؟ كيفيه قياس هذه المتغيرات؟ المفترض هنتعلم نقيسها ازاي؟ طبعا لازم نعرف يتم كيفيه قياس هذه المتغيرات بمشيئه المولى عز وجل ان شاء الرحمن. فده عنوان الفصل الايه؟ الفصل الخامس اللي هو اسس القياس وقياس المتغيرات. الفصل السادس هنتكلم فيه عن المجتمع والعينات. يعني ايه المجتمع والعينات؟ المفترض يعني هو انا لما اجي اعمل بحث، طب البحث ده انا هطبقه على مين؟ مثلا يعني قائمه الاستبيان على طلاب التعليم عن بعد بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي. طب ده الطلاب دول عددهم بسم الله ما شاء الله، يعني ايه؟ ربنا يزيد ويبارك. طب هو المفترض كل دول؟ لا، وانا مش هقدر اوصل لهم. طب هعمل ايه؟ يقول لك ده اسمه المجتمع بتاعي. افترض ان المجتمع دول عدد الطلاب دول 1000 2000 5000، طب انا هقعد اوزع قائمه الاستبيان على 5000؟ لا طبعا، لكن انا ممكن اوزعها مثلا على 200. ايوه، يبقى ال 5000 دول مجتمع الدراسه، مجتمع الدراسه. انما ال 200 دول يبقى اسمهم ايه؟ عينه الدراسه، عينه الايه؟ افضل. طب يا ترى المجتمع والعينه وكيفيه تحديدهما نحددهم ازاي؟ هنعرف مع بعض ان شاء الرحمن بمشيئه المولى عز وجل. اخر حاجه الفصل الاخير اللي هو بعنوان الاختبارات الاحصائيه للفروض، اللي هو يعني بصيغه اخرى تحليل البيانات، داتا اناليسيس. يعني تحليل البيانات ده بيتعمل ازاي؟ تحليل البيانات واختبارات الفروض. طبعا انا لسه قايل من شويه ان انا الفصل البحث بتاعي بعمل جزء نظري وجانب او جزء عملي. العملي ده بيختبر الفروض، الاسئله بتاعتي، عشان اوصل هل هي صحيحه ولا غير صحيحه. المشكله يعني، طب يا ترى الكلام ده هختبره ازاي؟ ايه ده دكتور؟ ثانيه واحده، ده احنا طلعنا من اللغه العربيه نقلتنا دلوقتي لحاجه ثانيه، يعني معناها لازم نكون شاطرين في الاحصاء؟ ايه بقى دكتور انت زعلنا ليه كده بقى دلوقتي؟ طب افترض ان انا برضو يعني ايه، انا لازم اخد دورات وتحليلات احصائيه وبرامج والكلام من ده عشان استخدمها؟ ده برنامج اسمه اس بي اس اس، هبقول لكم عليه بعدين واقول الاختصار بتاعه كمان، وبسيط وظريف وجميل قوي ما تتعلم، ما تاخد دوره او دورتين فيه. طب افترض يا دكتور انا مش ملم بالموضوع دوت، بيقول لي بس انا كام شعب؟ انت مش تعمل بحث ليه ولا رساله ليه؟ برضو بعد ما تعمل المفترض بتعمل ايه؟ بشوف حد بيفهم في التحليلات الاحصائيه، متخصص في الاحصاء زي الاساتذه اللي بيدرسوكم في الاحصاء، فقول له والله سعادتك انت ممكن تساعدني في اجراء التحليلات الاحصائيه، مفيش مشكله خالص، وبستخدم برنامج اس بي اس اس. يقول لي طب تعالى انت عايز تعمل ايه؟ اقول له والله الهدف من البحث بتاعي كيت وكيت وكيت وكيت، وعايز اوصل لكذا واعمل كذا وبفكر اعمل كذا والمتغيرات بتاعتي كذا وكذا، وعايز افكر اقيسها واعمل ايه وكذا. يقول لي ايوه، لا يبقى اختبار كلوسكر ولا ماشي، طب اختبار مانويتي ماشي، طب اختبار الوسط والوسيط ماشي، طب اختبار المصداقيه ماشي، طب اختبار مش عارف كده. يقعد بقى هو ايوه، بس عشان يقدر يساعدني يوصل كده لازم انا اكون فاهم بحثي، انا عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل ايه، مش كده ولا ايه؟ والمشكله بتاعتي ايه؟
والفروض بتاعتي عباره عن ايه. يبقى معنى كده في حاجه اسمها الاختبارات الاحصائيه للفروض اللي هي تحليل البيانات. وفي هذا الفصل ايضا بعد ما بنخلص الاختبارات او تحليل البيانات المفترض بيبقى في اخر حاجه اسمها النتائج والتوصيات ومجالات البحث المستقبليه، اللي هي اهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها من خلال اجراءك لهذا البحث، وما هي التوصيات التي توصي بها. عشان كده بعت لكم الرسالة الماجستير والبحثين بتوعي عشان تسترشدوا بيهم يا ترى الابحاث بتاعه الدكتور احمد ده ماشي على نفس الوتيرة والمنهجية زي ما هو قال كده، يعني فعلا مفترض في جزء نظري في جزء عملي. طب بعد ما خلص كتب الايه النتائج والتوصيات ولا ما كتبش؟ طب الجزء النظري بيقول ايه؟ الفروض بتقول ايه؟ ايه التحليلات الاحصائية اللي استخدمها؟ لمجرد العلم والاسترشاد فقط. انا بقى اكرر اهو، فاخر حاجه اسمها النتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحه اللي انت ممكن تقترحها على الباحثين اللي بعدك. بعد كده المفترض بيبقى في حاجه اسمها قائمه المراجع التي تم استخدامها والرجوع اليها عند اعداد هذا البحث. قائمة المراجع دي بتنكتب ازاي؟ هنتعلمها مع بعض وهنشوفها بعدين ان شاء الرحمن. اخر حاجة بعدها المفترض بيبقى في حاجة اسمها ملاحق البحث. ايه ملاحق البحث دي؟ والله حاجة زي لو في خطابات رسمية انا واخدها من الكلية لبعض الجهات مثلا عشان احصل على بيانات بحط الايه؟ الخطابات دي. لو انا مثلا في قاعدة الاستبيان بحطها من ضمن الملحقات او من ضمن ملاحق البحث. لو انا في حاجات طالعة لي من الايه؟ برنامج الكمبيوتر اللي هو برنامج الاس بي اس اس اللي هي اسمها المخرجات بتاعتي او مخرجات التحليلات الاحصائيه بحطها برضو كملاحق. نعم يبقى دي اسمها ملاحق البحث. بعد كده بخلص البحث والمفترض ان انا بعمل ايه؟ لو انا عملت البحث ده وما وديتوش لمجله علميه حتى يتم تحكيمه ونشره في هذه المجلة يبقى كل المجهود اللي انا عملته راح هباء منثورا لا لزوم له ولا يغني ولا يسمن من جوع. لكن انا عملت بحث يبقى لازم اوديه لجهة علمية عشان يتم نشره. انت عملت رسالة ماجستير مش هتعملها وتركنها في الدرج عندك في المكتب في البيت. امال اعمل ايه؟ لازم الكليه تعمل لي سيمينار ومناقشه وتتناقش ويتم منح الدرجه ويتم وضعها في المكتبه ونشرها عشان سعادتك اي حد في اي مكان في الدنيا لو راح المكتبه يقدر يطلع على هذه الايه؟ على هذه الرساله ويستفيد منها. الابحاث لو دخلت على النت وكتبت عبد الحليم فاصل احمد حامد محمود هتلاقي بعض الابحاث هتطلع. يبقى معناه المفترض عشان غيرك يستفيد من هذه الدراسات والابحاث وبالتالي العلم تراكمي يشوفك انت عملت ايه وممكن يمشي على نفس المنوال ونفس النهج او يضيف الى ذلك وبالتالي ممكن يصل الى نتائج ايضا تخدم الفرد والمجتمع والبشريه بشكل عام. ده كده ملخص بسيط وايجاز شديد لمحتويات المقرر وما سيتم تناوله ان شاء الرحمن بمشيئه المولى عز وجل. برضو عشان الاسم نوهت عن كل شيء، انا في كل لقاء هنشرح اجزاء ويمكن بعد شرحها نستعرض مجموعه من الاسئله ممكن تيجي ازاي شكل السؤال في الجزئيه دي. وبعد كده كمان ان شاء الرحمن هيبقى كل لقاء نحاول نقول مجموعه من الاسئله، وايضا في اخر بعد ما نخلص المقرر ان شاء الرحمن هيكون لقاء عام وشامل ومراجعه عامه وشامله على المقرر ككل من خلال استعراض مجموعه من الاسئله العامه والشامله بمشيئه المولى عز وجل. أطلت على حضراتكم شوية معلش يعني الوقت عدى، لكن حبيت إن أنا أنوه على هذه النقاط بإيه؟ بالتفصيل كده شوية. وإن شاء الرحمن يوم السبت القادم في اللقاء الثاني سنبدأ في تناول الفصل الأول اللي هو بعنوان طبيعة وخصائص وخطوات البحث الإيه؟ العلمي. تمام؟ هل هناك أي سؤال أو استفسار أبنائي وبناتي الأعزاء؟ أكرر على حضراتكم، هل هناك أي سؤال أو استفسار؟ ربنا يكرمكم ورب جميعا ويعطيكم العافية يا رب العالمين. إلى أن ألتقي بحضراتكم يوم السبت القادم في اللقاء الثاني بمشيئة المولى عز وجل، أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.